السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ سوسو كيتشن. الوصفه ديال اليوم سابلي بالكونفيتور، من اسهل ما يكون. نمشيو نشوفوا المقادير والطريقه. يلا بسم الله. غادي نخلطوا باليد ولا بالماكينه الزبده، السكر، نزيدوا صفار ديال البيض، خميرة ديال الحلوة، دقيق حسب الخليط، تتجمع لينا العجينة. من بعد ما تجمعات العجينة غادي ندخلوها الثلاجة 15 دقيقة. نرشو شوية ديال الطحين، ونبسطو العجينة. ونشكلوا قطع متساوية. اللي بقى من العجين نعاودو ندخلو الثلاجة. الا بغيتو تزوقو الجهة اللي غادي تكون الفوق، غادي نشدو فحال هكا شي حاجة باش نديرو بها ثقب في الوسط، وفي كل ثقب 3 ديال العقيقات حسب حجم الثقب اللي غادي ديرو. نسخنوا شويه ديال الكونفيتور باش نلاصقوهم مع بعض. نديروا النص فيهم العقيق والنص ما فيهمش. النص اللي فيهم العقيق يكونوا من الفوق.